السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية طيبة لكم جميعا مشاهدي الكرام أينما كنتم. أزول في الله والناس ما دي اسمه. ففي هذه الحلقة سأعطي تركيبة خلطة رأس الحانوت، وكنت قد وعدتكم بها من قبل، لكن قبل ذلك فأذكر بأن الله سبحانه وتعالى خلق مجموعات غذائية من أجل السعرات الحرارية، من أجل الطاقة. وهذه المجموعات الغذائية تحتوي على البروتين وعلى السكريات أو الكربوهيدرات وعلى الدهون والألياف الغذائية والأملاح المعدنية والفيتامينات. وهذه المجموعات هي كثيرة التي يتغذى عليها الإنسان، وهي النشويات والبقوليات والخضر والفواكه واللحوم وزيت الزيتون والسمك والبيض والحليب، وكل هذه المواد الغذائية نستهلكها بكثرة، ونستهلكها من أجل الكالوريات، من أجل البروتين، من أجل السكريات، من أجل الدهون، من أجل الفيتامينات، من أجل الأملاح، من أجل الألياف الغذائية. لكن هناك مجموعات أخرى خلقها الله سبحانه وتعالى ليس للطاقة إنما للوقاية وللعلاج، وهي المجموعات الثلاث التي تكلمت عنها، وفيها التوابل وفيها البذرات كذلك وفيها الأعشاب التي تشرب، الأعشاب التي نشربها على شكل شاي أو التي نضيفها للأكل مثل الزعتر، مثل النعناع، مثل الشيبان، مثل البردقوش، مثل الزعفران، مثل إكليل الجبال. هذه أعشاب كذلك يجب أن لا ننساها، وهي كثيرة جدا، هي ليست بالمئات إنما بالآلاف. فيجب أن يفرق الناس إذا فهمتم يعني هذه المجموعات، أن هناك مجموعات من أجل الطاقة وهناك مجموعات من أجل الوقاية والعلاج، فستفهمون جيدا النظام الغذائي وكذلك نمط العيش الذي يعني سيجعلكم تعيشون إن شاء الله بسلام وبصحة جيدة وبدون أمراض. وحتى في حالة الإصابة بأمراض فيجد الإنسان الحل، ويجب أن يجد الحل. فخلطة رأس الحانوت أو تركيبة هذه الخلطة هي تركيبة يعني طويلة جدا، فيها مكونات كثيرة. وباختصار، لماذا يعني هذا التذكير؟ باختصار، فهذه المجموعات الثلاث التي خلقها الله من أجل الوقاية والعلاج فهي كلها يعني تدخل في تركيبة رأس الحانوت. انظروا يعني آباءنا كيف كانوا أذكياء، يعني كانوا أذكياء. لماذا؟ لأن التوابل تستهلك بكمية بسيطة، والبذرات كذلك، البذرات يعني هذا السمسم، يعني هذا الزنجلان وحبوب الكتان والحبة السوداء، هذا السانوج والحلبة، حبر شاد، ينسون، شمرة، حبوب الكزبرة، هذه أشياء لا تستهلك بكثرة، التوابل لا تستهلك بكثرة، الأعشاب التي نشربها يعني نضع شيء قليل مثلا في الماء يغلى ويشرب، مثل الزعتر، مثل البردقوش، مثل هذه اللويزة، مثل هذه الشويلة، مثل هذه الأشياء، هذه تشرب يعني بكمية بسيطة وبكمية قليلة. فتركيبة رأس الحانوت ممكن أنتم بأنفسكم تجتهدوا، وبدون أن أعطيكم تركيبة سأساعدكم فقط، لأنكم علي هذه هي الأسس، الأساس. هناك مواد غذائية للأكل للطاقة، هناك مواد ليست للطاقة، مواد للعلاج وللوقاية، تجمعها كلها في تركيبة ما يسمى في المغرب برأس الحانوت. هذه التركيبة تسمى في الهند وكذلك في أوروبا وأمريكا الكوري، والكوري موجود ناسي، هو يتكون من 5 أو 6 توابل هذا الكوري، ويستعمل بكثرة والناس يشترونه، هو فيه 5 أو 6 توابل. لكن تركيبة رأس الحانوت قد تصل إلى 30 مكون، 40 و50 و60 حسب البلدان، وحسب يعني ما يتوفر، حسب ما هو موجود يعني في السوق. فلائحة البذرات كلها يعني هذه التركيبة رقم واحد، البذرات كلها، إذا نسيت واحدة منها فأضيفها، وهي حبوب الكتان والسمسم والحبة السوداء والحلبة والحب رشاد والكروية واليانسون والشمرة وحبوب الكزبرة، وممكن كذلك الحبوب الأخرى مثل حب العزيز وحب الهيل، لابد حب العزيز وحب الهيل، وممكن الإخوان اللي عندهم الشيا يضيفون قليل من حبوب الشيا كذلك، لما لا؟ والذين لديهم في بلدان بعض الحبوب الأخرى لما لا؟ لكن هذه حبوب الكزبرة واليانسون والشمرة والكروية وهذه الحلبة وحب رشاد ويانسون والسمسم وحبة سوداء، هذه كميات متساوية، يعني هذا هو السر في هذه رأس الحانوت، أنها يعني كميات متساوية، يعني شيء عجيب. ثم لائحة التوابل كلها،
والتوابل، هناك بلدان عند توابل بكثرة كلها توضع في هذه التركيبة. نبدأ بالزنجبيل والخلنجان والقرفة والقرنفل، ثم الكركم، ثم كذلك الزعفران، ثم القبار، القبار أو الكبار، ويدخل فيها يعني كذلك توابل أخرى مثل هذا الفلفل المطحون، ليس الفلفل الأسود والفلفل الأبيض، تجنبوا ما أمكن فلفل أسود وفلفل أبيض، فلفل أحمر ممكن، فلفل أحمر مطحون يعني ممكن، وممكن تضيف لها التوابل اللي عندكم التي تجدونها وتستعملونها. هناك من يستعمل الكمون، هناك من يستعمل يعني توابل كثيرة، هناك الكبابة أو الكبابة، كذلك هذا الصمغ العربي ممكن تضيف الصمغ العربي، ممكن تضيف كذلك يعني هذه الأشياء ستجدون عند بائع التوابل، هناك البسيبيسة، هناك هذه الأشياء اللي كنسميوها احنا في المغرب بتسميات محلية، ربما إخواننا في البلدان الشرقية عندهم تسميات أخرى. المهم لكي أسهل عليكم الأمر، جميع هذه اللائحة اللي تابعة للتوابل ربما يكون 20 و25 من الأنواع في بعض البلدان، واللائحة اللي فيها البذرات كلها، ثم الأعشاب، والأعشاب لائحة طويلة. هذه التركيبة يدخل فيها الزعفران والزعتر، ويدخل فيها كذلك المواد الغابوية، هذه النبق، هذا العناب، النبق، النبق مطحون، والخروب مطحون كذلك مهم، هذه مواد. ثم بعض الأعشاب التي الآن نسيها الناس مثل الشندقورة، الشندقورة مهمة جدا في تركيبات رأس الحامل، هذه الشندقورة، كذلك التافغة، إذا وجدتكم التافغة، التلغودة كذلك، التلغودة أو الترغودة كذلك تضاف لرأس الحانوت، يعني هي مهمة كذلك. الورد، هذا الورد كذلك، الورد مجفف، يعني البلدان كلها عندها ورد عليه، يدخل فيها الورد، يدخل فيها كذلك زهرة التين الشوكي، زهرة الهندية، هذه التين الهندي، زهرة التين الشوكي، وهي متوفرة وموجودة كذلك، يعني تجدونها عند بائع التوابل. ويدخل فيها كذلك هذا السماق اللي تكلمت عنه، ويدخل فيها العرق السوس، العرق السوس، ويدخل فيها البادينة، يدخل في هذه كلها يعني هذا اليانسون النجمي، يدخل في هذه يعني هذه التركيبة. الأعشاب من الأحسن، هذه الأعشاب التي الآن تتخوفون منها، من الأحسن أن تدخل في تركيبات رأس الحانوت. يبقى الكاردموم، هذا حب الهيل وجوزة الطيب، الكاردموم وجوزة الطيب لا بد منهم، حب الهيل هذا على حسب إخواننا في البلدان الشرقية ربما يسمونه بأسامي أخرى، لكن هذا حب الهيل، وكذلك هذا هو الكاردموم، وكذلك جوزة الطيب، لا تنسوا جوزة الطيب بنفس الكمية التي يعني المقادير، نفس المقادير هي متساوية دائما، مقادير متساوية. فكان بعض المكونات من قبل كان الناس يجدونها في يعني تباع عند بائع الأعشاب، الآن هل هي موجودة أم لا؟ ماشي. لكن هذه الأعشاب التي نحن نشرب بها الشاي مثل اللويزة، ومثل الشيح، ومثل إكليل الجبل، وكذلك البردقوش، يعني هذه كلها أعشاب تضاف كذلك لرأس الحانوت، تضاف في التركيبة كذلك هذه. فربما يعني أنسى بعض المكونات يعني، لكن الأساس عندكم، يعني الأشياء التي تصنفونها مع الحبوب، مع الحلبة وحب الرشاد ينسون شمرة، الأشياء التي تصنفونها مع التوابل، والأشياء التي تصنفها كذلك مع الأعشاب التي تضاف للأغذية، أو التي هذا مثل أوراق الغار، كذلك أوراق الغار تضاف وتضاف بقوة، أوراق الغار مهمة جدا كذلك، يعني هذه السماق وعرق السوس وأوراق الغار هذه مهمة في هذه التخليطة عليا. أتمنى نكون ما نسيتش، لكن تركيب أنا قلت بأن هناك من يصل إلى 50 و60 مركب حسب الأعشاب اللي في البلدان. إحنا في المغرب عندنا مئات الأعشاب الآن، لكن الناس لا يعرفونها مع الأسف، هذه الأعشاب، حتى أوراق الأشجار إذا كانت متوفرة لديكم، أوراق الأشجار كذلك تضيفونها، الكركديل، البلدان اللي فيها الكركديل يضيف كركديل، ثلاث هذا وحدة، هذه هي على شكل زهرة، الكركديل هي يباع على شكل زهرة، 5 أو 6 هذا يعني جيد.
أنا قلت حسب البلدان، ربما أشياء تكون موجودة في المغرب غير موجودة في بلدان أخرى. عموما التوابل التي نستوردها من البلدان الآسيوية هي توجد في يعني توجد في كل البلدان، إلا الأشياء المحلية التي ربما يجدها الناس ربما لا يجدونها حسب أهدافها. منها كذلك هذه الشوكة حمار، عندنا في المغرب شوكة حمار مع الأسف الناس لا يستفيدون منها، هي مهمة جدا، لماذا لا تضاف لهذه الخلطة من إن وجدت؟ كذلك بعض الأعشاب الأخرى لا تضيف الأعشاب الغير معروفة والأعشاب التي تستعمل، لأن يعني بعض الأعشاب سامة، عندنا أعشاب في المغرب نسميها محليا هذه براز الضم وغراس الحجار وهذه المسائل، هذه من الأحسن لا، سنمكي ممنوع، إياكم أن تضيفوا هذه الأعشاب هذه. لكن الأعشاب التي نأكل وتستخدم في الأكل وتستخدم في الطعام هي تسمى الأعشاب الغذائية، هذه يعني تستعمل كلها. إذا كان هناك عشبة مثلا، إخواننا في الأردن وفي لبنان عندهم المتة، عشب المتة يشربونه، شاي المتة، إحنا في المغرب ما عندنا المتة يعني، ولا ربما حتى في الجزائر ما عندهم متة، هذه ممكن تضيفوها، لما لا، ممكن تضاف لهذه الخلطة هذه. وأكثر من ذلك حتى بعض المكملات الغذائية إذا كانت متوفرة، يكون عندكم مكملات غذائية مثل البابنوج مثلا، هذه البابنوج هو يشرب مثل الشاي كذلك تضيف، لأن البابنوج عنده مذاق جيد، وممكن تضيف الخزامة كذلك، الخزامة كذلك تضاف لهذه الخلطة، والخزامة مهمة جدا وقوية، الخزامة مهمة كذلك تضاف كذلك لهذه الخلطة. وتضاف أعشاب من دترت، احنا كان عندنا العصفر في المغرب، كان العصفر كان كف السبع، كان هذه أشياء كثيرة، مع الأسف الآن يعني ما بقى الناس يستعملوها، ولكن كانت من قبل تستعمل، تعملون قبل الطب الحديث، قبل الطب الكيماوي، هذه هي المكونات التي كانت تستعمل في الطب الطبيعي، هذه هي المكونات هي التي كانت تستعمل في الطب الطبيعي، هي هذه التي تكلمنا عنها. من قبل كان الناس عندهم جدر الحميضة، هذه الحميضة عندها واحد الجدر، كان الناس كيجفوه يقتلعونها من الأرض، كانوا يحفرون عليه وكيجفوه وكيبقى عندهم، هذا من اللي كيكون عندهم جرح ولا حرق كيضعونه فوقه، هذا يلتئم هذا الجرح بدون خيط، بدون هذا الجرح. الآن ما بقى عندنا المسائل هذه، الآن ما بقى الناس حتى ولا الناس يعرفوها، ولا النجم، هذا النجم البري الآن مع استعمال النيترات واستعمال السماد الكيماوي، يعني النجم ما يبقى الناس يحفروه، إلا حفروه غادي يكون فيه، غادي سيكون ملوث بهذه الكيماويات التي تستعمل الآن في الزراعة. حتى جدر القرنينة، حتى جذور القرنينة كان الناس يجففون منها. المهم التلغودة، لا زالت البكبوكة هذه التلغودة موجودة الآن، لأن يعني التلغودة الناس ما يخافوش منها، هي ليست مسمومة، يا كانوا الناس يأكلونها في المجاعة، كان الناس يستهلكون هذا الترغودة أو التلغودة، كان الناس يعني يستهلكونها بدون مشكل. فهذا بعد الأوراق الأشجار كذلك تضاف، اللي عنده أوراق يعني قشور الرمان، قشور الرمان أو زهرة الرمان أو أوراق زيتون أو أوراق المشمش أو زهرة التشين، زهرة البرتقال، الليمون، هذه كلها تضاف يعني جيد، حتى أوراق الليمون تضاف مطحونة، تكون مطحونة، وهذه الكمية هذه لكي تخلط جيد، لأن إذا أخذت 50 جرام فقط من كل مكون 50 جرام فقط من كل مكون ستحصلون على 2 كيلو في الأخير، لأن المكونات كثيرة، يعني إذا كانت 20 مكون مضروبة في 50 تعطيك 2 كيلو، هذه يعني تأخذ 50 جرام أو أقل من كل مادة وتخلط قبل الطحن، من الأحسن أن تخلطها قبل أن تطحنها، لكي مع الطحن تخلط جيد من جديد، تخلط من جديد وتخلط جيد. في بعض المناطق لديهم أعشاب يعرفونها، مناطق الجبال في المغرب الأطلس كان عندهم أشياء يعرفونها، كانوا يضيفونها، لما لا؟ إذا كانوا متأكدين منها وأنها ليست سامة، نعم ممكن، يعني ممكن تضاف. كاين يعني هذا أنواع النعناع مثلا، عندنا في المغرب أنواع كثيرة من النعناع، كاين النعناع العادي، كاين النعناع الفولفولي، في المغرب نسميه النعناع العبدي، كاين فليو، هذه لامونت فوليو، في المغرب نسميه فلايو، هذا النعناع، هذا
الناس يضيفونه فقط من أجل رائحته، وهو عليه هو عشبة طبية بامتياز، ولكن الناس لا يعرفون أهمية بعض النباتات التي فطرة، والله عندنا في المغرب الناس فطرة يستعملون بعض الأشياء، لا يعلمون أهميتها لكن يستعملونها يحبونها وهي تنفعهم، هم لا يعلمون أنها تنفعهم. ها يعني هذه التركيبة خلطة رأس الحانوت، هي نريدها أن تصبح حتى هذا الاسم نريد أن نشهره ونتفق عليه ويصبح معروف في كل البلدان على الأقل ناطقة باللغة العربية. لما لا؟ ولو أن الأعشاب في المغرب عندنا 95% كلهم بتمازغت، كلهم بالأسماء يعني بشلحة، عندنا في الشاوية عندنا احنا الأعشاب هما يتكلمون الأمازيغية دون أن يشعروا، والآخر يقول كنا عرب، يعني عندهم هذه التسرغين. استرغينا كذلك ممكن تضاف، حتى استرغينا ممكن تضاف لهذه الخلطة، هنا عندهم استرغينا وعندهم الشندقورة وعندهم هذه التيرنطا والتسكرة الأعشاب الشاوية كلها بشلحة، يعني وحتى أدوات الزراعة هذه التزاقلوت وهذه المسألة هذه كلها أسماء أسماء أمازيغية، ولكن هم لا يعلمون أنهم يتكلمون الأمازيغية بدون أن يعلموا. يعني هذه التركيبة هذه تركيبة عجيبة جدا، لما تخلط ولكن تكون يعني مجففة جيد، تكون جافة لا يكون فيها أثر الرطوبة، تكون جافة يعني جفوها جيد وربما تسخنوها ماشي تحرقوها، يتسخنوها على درجة 45 أو 40 درجة في الفرن، يتسخن لكي لا تبقى فيها رطوبة، وتنظفوها من هذه، ربما تكون مخلطة معها بعض النباتات الأخرى وبعض العواد هذو تحيدو، يعني تنظفوها بيديكم واحدة واحدة إلى هيئتوا 2 كيلو أو 3 كيلو، يعني تبقى معكم في المنزل. ربما كاين الناس كيهيئوها مرة في السنة تبقى معهم طول السنة، هي لا يصيبها فساد يعني ولا أي شيء، تبقى معكم. الأشخاص اللي عندهم أمراض مثل الأمراض المناعية الذاتية مثل السرطانات ومثل الأمراض القلب والشرايين، والنساء اللي عندهم مشاكل مع الهرمونات، فحتى الآن مع هذه الأعراض التي بدأت تظهر بعد هذه، فمن الأحسن أن يستهلكوا كمية جيدة، ممكن تستهلكوا كمية ملعقة كبيرة في اليوم لكن ليست دفعة واحدة، ملعقة كبيرة في اليوم لكن ليست دفعة واحدة. لماذا؟ لأن هذه الأعشاب وهذه المكونات الله سبحانه وتعالى ركز فيها المركبات الكيماوية، مركبات كيماوية مركزة، يعني يكفي تأخذ شيء يعني بسيط. نسيت القرنفل، لا لم أنسى، قلت القرفة والقرنفل، القرفة والقرنفل وهذه الكردموم، هذه حب الهيل، وكذلك جوزة الطيب، الناس لا يعرفون أهميتها. الصماق، الناس لا يعرفون يعني أهمية هذه المكونات، وهي مكونات، أنا قلت بأن الطيب من قبل كان يستعمل، هذا هو الطيب الطبيعي اللي كان من قبل ما يخترعوا الناس ما يكتشفوا هذا الطيب الكيماوي. فملعقة كبيرة في اليوم تقسم على دفعتين، ممكن شخص يأخذ 3 مرات في اليوم، يعني نصف ملعقة كبيرة مع الأكل، ممكن تضيفها لعصير، لأكل، لحساء، لشربات خضار، لأي شيء يعني تستهلكها معه. الإخوة اللي عندهم السرطان، ولكن يكون نظام غذائي جيد، يكون نظام غذائي طبيعي، البروتوكول، ثم هذه تساعد كثير، لأن يعني بعض إخواننا في بعض البلدان لا يجدون البروبوليس، ربما يتعذر عليهم مثل إخواننا في ليبيا، في اليمن، في بعض البلدان ربما لا يجدون البروبوليس، فعلى الأقل يهيئوا أعشاب لكي لا يبقوا هكذا بدون أي شيء، ولو تساعدهم 30-40%. يعني أحسن من لا شيء. وهذه الأعشاب، لا هذه الخلطة، هذه رأس الحانوت، يعني لا تتناقض مع العلاجات، هي لا تفسد العلاجات الحديثة ولا العلاجات يعني القديمة، هي على شكل أكل، لأن يعني الإنسان يستعمل التوابل في الأكل ولو كان يأخذ كيموثيرابي، فهو في المنزل لما يطبخ بالكركم وبالأشياء هذه هذه، لكن مع الأخير يبقوا يخوفوا، أنا أعمل كيموثيرابي هل أخذ؟ يا سيدي تأخذها، لماذا تأكل أكل بالتوابل؟ هذه التركيبة، هذه الخلطة، هذه فيها توابل وفيها بذرات وفيها أعشاب تشرب، لماذا تشرب شاي يوميا ولماذا تشرب شاي أثناء الكيموثيرابي؟ لماذا لا تأخذ هذه الخلطة هذه؟ وهذا الاسم نريده أن يعني أن نقره، يصبح هذا الاسم معروف في كل البلدان، هذو الإخوة ينشروا هذه، رأس الحانوت، تسمى رأس الحانوت هكذا،
سميت راس الحانوت من قبل، لان في المغرب احنا كنقولوا راس الحانوت راس السوق. لما نقول راس لشي حاجه بان احسن ما فيها، لما نقول مثلا اشتريت خضره راس السوق يعني ارفع ما يوجد في السوق، لما يقول شخص اشترى شات راس السوق يعني اشترى احسن شات من السوق. ولذلك هذا راس الحانوت هي احسن ما يوجد في الحانوت، حانوت بائع التوابل. الحانوت عندنا هو الدكان في المغرب، وهي راس الحانوت هي احسن ما يوجد في دكان بائع التوابل. هذا هو الاصل تسمية راس الحانوت هذه. ف علينو هذا ذكاء، يعني راس نسمي راس، لان يعني الراس هو المهم كل شيء، لانه يعني هو اعلى واحسن ما يوجد في الشيء حتى في جسم الانسان. فالراس هو المهم، لان فيه الدماغ. فهذه الخلطه راس الحانوت ان شاء الله نتمنى من الاخوه ينشروها، لكن لا تكتلوا كثره كلام. ستجدون على النت يعني هذوك برامج الطبخ يتكلمون عنها، ستجدون نفس المكونات التي تكلمت عنها. يعني لما لا، كل شيء اللي ينفع جيد. نحن يعني وبدون ما يكتلون عليكم الكلام، اشتروا المكونات، هيئوها في منازلكم بدون ان يكتلوا عليكم الكلام. لا تستمع الى اي احد، يكون عندك ثقافتك انت ولا يتفضل عليك يعني احد. فربما بعض الاشخاص يبيعونها، لان الناس مع العجز مع الكسل الناس اصبحوا كسالى، فلا يريد ان يذهب. فربما بعض المغردين ينتهزون الفرصه ويملؤون جيوبهم من كسلكم. هذاك الكسل ديالكم سيملؤون جيوبهم، سيبيعون لكم خلطه راس الحانوت جاهزه. لما يكون شيء مطحون ومخلوط فهو مغشوش، لانك لما تشتري هذه المكونات ستشتريها بعينها كما هي، لا يمكن تكون مغشوشه. لما تشتري حلبه كيف يغش الحلبه؟ لكن لما تشتري اشياء مطحونه ومخلوطه فهي مغشوشه، تيقن انها مغشوشه. يعني ربما ينقصها خمسة او ست مكونات تكون غاليه، والذي سيبيعك اللي غادي يبيع لك هذه راس الحانوت سيهيئها من الاشياء الرخيصه. كون متيقن انه ما غاديش يعمل فيها الكاردموم، هذا حب الهيل لانه غالي، ما يعملش فيها كذلك هذا العلك، هذا الصمغ العربي لانه غالي، وما يعملش فيها القسط الهندي لانه عربي، وحتى القسط الهندي اللي عنده يضيف القسط الهندي لهذه الخلطه. لما لا، سيهيئها من الاشياء الرخيصه، وربما يضيف لها دقيق الشعير لكي الكميه تصبح كبيره. يعني لا تشجع هؤلاء على الغش، فممكن تشتروا هذه المكونات انتم بانفسكم، وفي نفس الوقت لما تشتروها تكون عندك ثقافه، يعني انت تتعلم جديد، تكون عندك ثقافه. يعني لما لا تذهب بنفسك وتشتريها وتهيئ يعني هذه الخلطه، هذه التركيبه هذه في منزلك، وتكون معك دائما. لاننا الان انتم تعلمون الامراض الان كيف يعني تفشت في المجتمعات، والسرطان وامراض مناعيه ذاتيه والموت المفاجئ وامراض القلب والشرايين، الناس لا زالوا يتناولون مميعات الدم. الان نحن على بعد 3 سنوات من هذه المصيبه هذه، ولا زال الناس الان عندهم اعراض. فيعني انتبهوا جيدا. وماذا يخسر الناس؟ ماذا؟ لماذا تشترون أكل غالي؟ لماذا لا تهيئون هذه التركيبة؟ هذا أكل فقط، لماذا لا تهيئونه وتستفيدون منها إن شاء الله؟ ستجدون على النت بعد يعني هذوك برامج الطبخ، بعض السيدات كيعطيو تركيبة ويكتروا عليكم الكلام، يكتروا عليكم الكلام وفيها كذا ونعمل كذا وشي، لا تثق بأي أحد. المهم الأسس، الأساس أعطيته لكم، والتركيبة عندكم، المقادير متساوية. هذه هو يعني هذا هو خاصية راس الحانوت، أن التركيبة تكون متساوية، جميع المكونات بكمية متساوية، هذا شيء جيد إن شاء الله. تحية طيبة لكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله.